يستهدف برنامج العمل أيضاً تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة من خلال تبني العديد من الإجراءات التي منها إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كيلو متر وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً كما نعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن على المواني المصرية واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية ستواصل الحكومة جهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات كما نعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحة التنفيذية وقد أطلقنا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في إطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة كما سنعمل خلال البرنامج على بناء نحو 500,000 وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة هذا بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية